توقع الانضمام لنادي سموحة. النهارده لسه كل ده البطاقه جايه قبل ما اطلع مع سيادتك بنص ساعه. بطاقه دوليه الانضمام وصلت خلاص النهارده هيوصل امتى لا ده لسه موافقه امنيه، يعني ان شاء الله يعني 3 4 ايام يكون في نادي سموحه ان شاء الله. 3 4 ايام هو هيكون تعملوا جاي اجراءات جاي من خلاص احنا بدانا هنبدا في الاجراءات بكره الصبح. هو جاي من فرنسا، هو في فرنسا حاليا، وهيجي ان شاء الله على نادي سموحه وينضم باذن الله، وهيظهر في الدوري، وانا بتوقع له ان هيكون من نجوم الدوري هذا العام، وهيساعد سموحه مساعده كبيره مع زمايله. يعني شايف ان دي افضل من افضل صفقات الدوري هذا العام، من افضل الصفقات اللي تمت في الدوري المصري هذا العام هذا اللاعب. بس الاهلي جاب احمد قندوسه طبعا، ما انا راجل غلبان ما تقارناش احمد الاهلي. احنا بص عاملين يعني زي بتعرف زي تعرف القندوسي او سمعت عنه؟ طبعا لعيب كبير. متابع طبعا، لعيب كبير قوي وهيبقى من احسن النجوم في الدوري المصري، وهو كولر راجل ذكي جدا. هيستخدمه في مركز اللي هو لو تفتكر ماتش ماتش الاهلي والزمالك في الشوط الثاني. كولر لعب بطريقه جديده على الدوري المصري. لما لعب خط الوسط، خط الوسط لعبه يعني راس حربة غير صريح. اللي هو صنع الجونين. اللي هو صنع الجون بتاع كهربا. وصنع الجون بتاع محمد شريف. اللي هو حمدي فتحي. فهو وظفه توظيف غير متوقع. وظفه توظيف غير متوقع. والجونين جم عن طريقه بفكره جديده على الدوري المصري موجوده في اوروبا. الراجل بقى القندوسي بقى يجيد الكلام ده ويجيد التصويب وهداف رجل الشمال لميسي بالظبط. لعيب ميسي او صلاح يعني ممتاز. بس احنا اللعيب بتاعنا يعني اقل منه حاجه بسيطه، اقل شويه، حاجه بسيطه قوي. فحضرتك معجب باحمد القندوسي؟ مش عايز اتكلم، مش انا بس. ارقامه وبياناته ولعبه وكده، وده اقتناص للاهلي اللي جابه. وكيله في مصر وكيل القندوسي، قندوسي في مصر. هو وكيل مالك بوعيو في مصر. يعني خدت بسيتك. شوف بقى، مش هقول لك اكتر من كده. بس عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق الصيف قال ان حاجة. دي حاجه ودي حاجه. لا هو اشتراه الخطيب اللي اشتراه. خطيب اللي اشتراه. الخطيب عنده علاقات حتى في الهندبول، حتى في ده. لا، الخطيب له حضور وله كاريزما وله اكرام، والناس بتقدره تقدير كبير جدا. مش عايزه كلام. فلما الخطيب كلم رئيس النادي، رئيس النادي وافق. الخطيب بيحسم الصفقات بكده، بحضوره، بعلاقاته الشخصيه وكلامه الجميل. اسم محمود والناس بتحبه الناس بتحبه جدا. ما انا قلت لسيادتك هو ايقونه.